متحف السماور. السماور هو غلاية الماء الخاصة بالمطبخ والمقهى وحجرة الاستقبال اللي هو قدام مننا ده. ده الحجم الكبير اللي ما فيش فيه صناعات كتيرة، إنما هو حجمه بس كبير، إنما في حاجات تانية لطيفة وفيها مهارة عالية كتيرة جدا. الملون اللي هناك ده معمول من السكر، معمول من الحلوى، يعني ممكن حد ياخده يقرقضه. تعالوا بقى افرجكم على معنى كلمة السماور، قد ايه كان مهم في حياة الشخصيات الروسية، قد ايه كان مهم في حياة الروس بشكل عام. ده الراجل اللي صورته هناك ده واحد من اهم صناع السماور خلال حكم نيكولاي الثاني، اللي هو اخر امبراطور او اخر قيصر من اللي حكموا روسيا. ودي صورة ابنه مع بناته. والسماورات الخمسة اللي موجودة دي هي الخاصة بابنه وبناته، صنعت خصيصا لأولاده. ده علشان ابنه الوحيد، وحاطين حتى الغطاء بتاع السماور من فوق التاج لأنه كان ولي العهد. وباقي البنات، إنما رقم سبعة اللي في النص ده خاص بالبنت الوسطى اللي هي كانت لسه فتاة صغيرة، لأن إخواتها البنات التانيين كانوا أكبر منها. هي يعني شقية وكده، فعملوا لها الكاركتر بتاعها. كل سماور من دول بيشكل كاركتر من كاركتر الأسرة. صناعة السماور عموما كانت صناعة ازدهرت كتير جدا بعد ما انتهت الحرب الفرنسية الروسية اللي كان فيها نابليون، وكانت المنطقة بتصنع أسلحة، فبدأت الطلبات على الأسلحة تقل، فالصناع يعملوا ايه وهم أصلا صناع مهرة كتير جدا، فقرروا ان هم يخترعوا هذا النوع من العمل الفني الجميل ويعملوا السماور. وصل صيتهم الكبير ان هم يعملوا سماورات خاصة بالبلاط الامبراطوري، وتختم الختم الخاص بالبلاط الامبراطوري زي المجموعة اللي احنا شايفينها بهذا الشكل. ووصلت كمان الى خارج روسيا، الى الامبراطورية العثمانية، وصلت الى اسيا، الى اليابان. وان قيل بعد ذلك ان الامبراطور او الشاه الايراني كان غاوي يقتني العديد من السماورات اللي هي بالشكل ده. ودي موبيليا هي مش روسيه، ولكنها كانت موجوده في بيت صانع السماورات اللي هو صورته ده، اهم صانع سماور كان موجود في مدينه تولا، وهو توفى سنه 1915، انما طوال حياته وحياه اسرته هو وارث المهنه عن جدوده، كانوا بيصنعوا هذا النوع. بعد كده بدأت حكاية السماورات. بالمناسبة دي الأختام بتاعة السماور، يعني الثلاث أختام دول أختام خاصة بالسماور يحطها، ده الفضي. سعر السماور بالمناسبة في أيامها كان بيساوي بالعملة الروسية ده مثلا يقولوا ممكن يساوي 5-6 روبل. 5-6 روبل دي معناها انها مرتب اكتر من 5-6 موظفين في الشهر. شفتوا قد ايه كان حاجة غالية جدا. في اسعار منها وصلت زي السماور ده نوع خاص من الفضة، وكان مصنوع علشان رحلة الامبراطور الى معرفش فين خارج البلد، فصنعوا له هذا السماور، وصنعوا منه 3 نسخ علشان واحدة له واثنين ياخدهم هدايا فيما بعد الى احد الاصدقاء، ولكن ما حصلوش نصيب، فبيع واحد منهم من الاثنين التانيين، ده بتاع الامبراطور، انما الاثنين التانيين باعوا واحد منهم ب1.5 مليون دولار. غلاية مية ب1.5 مليون دولار. قمع السكر الابيض ده، وده كان طراز السكر في هذه الايام، وكانوا يعني ده بيكسروا بيها السكر اللي دلوقتي بنستخدمها في الباديكير والمانيكير، دي كانوا زمان بيستخدموها في تكسير السكر. السماور كان من احد اهم الهدايا اللي بتروح للموظفين الكبار، واحد خرج على المعاش فيقوم عاملين له سماور،
ضابط اترقى في الجيش ترقية كبيرة جدا، فيقوم عمل له سماور يعني حاجة زي كده ويكتبوا عليه إهداء ويكتبوا عليه اسمه. هنا سماور مختوم بختم الثورة البلشفية اللي هو النجمة اللي موجودة فوق دي. سماور، اتفرجوا بقى على الحاجات اللي هناك دي. بص 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 ده، وستالين اهو، ختم على ستالين ده مصنوع خاص بالايام الثوره، وفيه برضو بعض الكتابات على كذا حاجه اهوت. وانا بقى ايه سماور في توله ان شاء الله.